معايا عبر الهاتف الآن واحد من النجوم الكبيرة، النجم الكبير للنادي الأهلي في السابق والمدرب المساعد للجونة، كابتن أحمد صديق. كابتن أحمد، مشرف ومنور. ربنا يخليك يا كريم، أخبارك أنت إيه؟ أخبارك أنت إيه؟ بخير حبيبي، الحمد لله. النهاردة كل مباراة، كبيرة للجونة قدام النادي الأهلي، تكتيكيا وخططيا كانت ممتازة جدا تحديدا في النواحي الدفاعية. والله الحمد لله كريم، انت عارف يعني نحمد ربنا طبعا على البونت قدام نادي كبير زي النادي الاهلي. طبعا انت عارف البونت قدام اهلي وزمالك بيبقى صعب جدا، بيبقى فوز لاي فرقه يعني، صح. وخصوصا يمكن احنا كنا بنمر بظروف عدم توفيق كبير جدا معانا الفتره الاخيره، فبنحمد ربنا النهارده على البونت يقدر يبني عليه ان شاء الله الجهاز الجديد للي جاي ان شاء الله، يعني يقدر يبني عليه بشكل كويس باذن الله. النهارده اللعب بثلاث مدافعين فرق كتير مع الجونه يا كابتن احمد. والله يا كريم، يمكن احنا اشتغلنا على، يعني عارفين النادي الاهلي مجهد بشكل كبير جدا، وعارفين هو خارج من خساره طبعا، ويبقى صعب جدا ان الاهلي يخسر مباراتين متتاليتين انت عارف. يمكن كان احنا عندنا هدف ان احنا ما نخسرش النهارده، لو ربنا كرمنا بالمكسب وقيمه بونت طبعا قدام نادي كبير زي النادي الاهلي بيبقى بمثابه المكسب بالنسبه لنا. يمكن بس بحب اشكر الكابتن تامر، لانه بجد بجد من المدربين الكبيره جدا، كابتن مدرب كبير جدا الكابتن تامر، وهيبقى ليه اسم كبير جدا ان شاء الله الفتره الجايه، لانه مدرب كبير، مدرب مثقف، يعني بجد بجد انا سعيد جدا بالتجربه الجميله مع كابتن. طيب قبل ما نتكلم عن التجربة وانتهاء الفترة دي، عايز اكلمك برضو ايضا على المباراة النهاردة. لاحظنا ايضا انه مع الاداء الدفاعي الجيد للجونة، بس ما كانش فيه دايما اي خطورة على مرمى النادي الاهلي من الجونة، ما كانش فيه رد فعل، رغم انه في فرق كثيرة في المباريات الماضية هجمت الاهلي وقدرت تسجل في النادي الاهلي وتستغل المساحات اللي موجودة مع الاندفاع الهجومي للنادي الاهلي. ليه ما شفناش اي رد فعل من الجونة هجوميا؟ لا بالعكس يا كريم، يعني احنا يمكن رحنا بواحده او اثنين كان ممكن يجوا جول، يمكن الشناوي اتعامل معاهم بشكل كويس جدا. بس خد بالك احنا خارجين من الخساره، خسارتين متتاليين، فطبيعي جدا انك بتحاول على الاقل، انك البونت ده بيدي ثقه كبيره جدا، هيدي ثقه كبيره جدا للعيبه، وهيدي ثقه كبيره جدا للجهاز الفني الجديد طبعا. فكان مهم جدا ان احنا ما نخسرش النهارده. صحيح. يمكن احنا كان معانا سوء توفيق، ومع ذلك ادينا مباراه بشكل كبير جدا. يمكن كنا متقدمين مع فيوتشر 2-1 وبنخسر 3-2، مع سيراميكا نفس الكلام 2-1 دينا وبنخسر 3-2. يمكن ده طبيعي جدا في الكوره، انك لازم النهارده على الاقل تخرج ببوم. طيب. تخرج ببوم تبني عليه للفتره الجايه. يعني عايز اسال حضرتك سؤال بقى في منتهى الاهميه. النهارده وانا بتفرج على المباراه، عماد السيد واحد من حراس المرمى اللي ليهم خبره في الدوري المصري، حارس كبير. في خطا، يعني قعدت اقول لنفسي لا، ما ينفعش حارس في الدوري الممتاز يغلط الخطا ده، مع كامل الاحترام ليه وامكانياته الكبيره، بس الكره تتحرك او يلمسها مرتين مش منطقي خالص داخل منطقه الجزاء. طبعا، وعماد من حراس كويسين جدا، وكمان معاه كابتن طارق سليمان، يعني طبعاً. حدث ولا حرج، يعني مدرب حراس مرمى كبير جدا للنادي الاهلي ومنتخب مصر ومنتخب الاولمبي. لكن انا شايف ان الخطا ده يعني غير مقصود تماما، يعني لحاجه لا اراديه. اوقات في الكوره كده يا كريم بيجي عليك، ممكن انا اكون مثلا واقف على الخط وهلعب رابط تماس تانيين، يعني لعبتها وحطيت سبتها مكانها، فبيبقى في حاجات في الكوره كده لا اراديه. يعني يمكن خطا عماد النهارده خطا لا ارادي، لكن ادى مباراه بشكل كبير جدا، ادى مباراه على اعلى مستوى. صح صح. زي ما بقول لك، بنشكر الجهاز، بنشكر مجلس الاداره على لان اداره محترمه. ايه اللي حصل بقى يا كابتن احمد؟ ايه اللي حصل؟ ليه المهمه انتهت بهذه الصوره؟ وانا انا هحط ايدي جنب ايدك واقول لك انه فعلا الجونه واجهوا حظ عاسر جدا في المباريات الماضيه باداء كان جيد بصراحه. ايه اللي حصل؟ والله دي الحقيقه يا كريم، يمكن احنا يعني قابلنا سوء توفيق كده، الحمد لله بنحمد ربنا طبعا، لكن كان معانا عدم توفيق. يمكن احنا بعد رابع مباراه خسرنا كده من مقص على ملعبنا، قدمنا او اتكلمنا مع الناس، قلنا يا جماعه احنا شايفين، لو كابتن تامر طبعا اتكلم مع الناس ان مفيش توفيق وهم يفكروا بحد، فالناس لا تمسكوا بينا انهم شايفين احنا بنعمل اللي علينا، وهو عدم توفيق، والناس اصرت ان احنا نكمل المهمه. لكن برضو مع ذلك يمكن الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الاتحاد على ملعبنا، وتعادلنا مع فاركو، كان سهل جدا نكسب في اخر دقيقه، لكن تعادلنا. النتائج ساعدتنا شويه، لكن يمكن بس الخساره من المصري ومن المقص على ومن الاستر كومبين على ملعبنا، دي بس اللي خلت ان احنا نشوف فعلا لا مفيش توفيق معانا، نعمل اللي علينا بشكل كبير جدا بشهاده الناس كلها، بنأدي اداء بشكل كويس قوي قوي، لكن عدم توفيق، مع ان في برضو بعض المراكز معانا في الفرقه ناس مصابه، ويمكن بتتكلم برضو النهارده من الناس المؤثره جدا، نور مش موجود طبعا، نص الملعب طبعا، في رزق برضو مطرود الماتش اللي فات، وعمرو طارق اتصاب، فبرضو كل دي حاجات بتاثر عليك بشكل كبير جدا. صحيح. لكن ناس محترمه جدا، واداره محترمه جدا، احنا والله يمكن بعد مباراه ايستر كومباني برضو اتكلمنا معاهم، والناس تمسكوا بينا جدا، لكن احنا اصرينا والكابتن تامر اصر، لان خلاص انت بيجي عليك وقت في الكوره خلاص مفيش توفيق، ممكن تكون بتعمل كل اللي عليك، احنا بنعمل اللي علينا 100% في التمرين وفي الماتشات، لكن
ما فيش توفيق. اتكلمنا مع الناس والناس بس طلبوا منا ان احنا نستنى ماتش الكاس وماتش مباراه الاهلي لحد ما الكابتن طلعت تقريبا الكابتن طلعت يوسف اللي موجود طبعا اسم كبير جدا بنتمنى له التوفيق لحد ما خلاص يعني استاذن لنا الناس ان احنا نكمل مباراه الاهلي. والحمد لله ان ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا على الاقل نختم المسيره القصيره مع نادي الجونه. الكابتن طلعت تواصل معاك واتكلمتوا معاه عملتوا هاند اوفر زي ما بيقولوا كده وقلتوا له اللي بيحصل في الفريق ولا الامور ما حصلش فيها؟ بص لا والله بص ممكن يكون حصل اكتر من كده. اولا دي احترافيه، انا شايفها ان احترافيه بتبقى موجوده للاول في الانديه المصريه انه احنا موجودين. والكابتن تامر عشان هو راجل مثقف جدا ومدرب كبير جدا الناس لما اتكلموا معاه وقالوا له استاذنك انك تكمل مباراه الكاس مباراه الاهلي لحد يعني يمكن من الكواليس كمان يا كريم اللي اقول لك عليها اتاكد ان الكابتن تامر ده من المدربين الكبار جدا ان هو اللي اتكلم معاهم هاتوا فلان وقال لهم اسماء ورشح لهم اسماء كمان واحنا موجودين عشان برضه تبقى عارف. ومن الاحترافيه اللي موجوده كمان ان احنا نبقى عارفين احنا اخر مباراه لينا مباراه الكاس مباراه الاهلي النهارده ومع ذلك ما كانش عندنا مشكله. خد بالك ان في مدربين كتير جدا ناس كتير جدا بتهرب مباراه الاهلي وزمالك. يعني في ناس تقول لك انا ليه امسك اول مباراه الاهلي وزمالك او في ناس تقول لك انا ليه اخر مباراه الاهلي وزمالك. بالعكس ان احنا كجهاز والكابتن تامر لما اتكلم معانا وخد راينا وقلنا له يا كابتن احنا ما فيش مشكله نكمل مباراه الاهلي. يمكن عشان كده ربنا كرمنا النهارده بنشكر مجلس الاداره بنشكر الحكم الزناتي بنشكر حسن لانه ناس محترمه جدا 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 للامانه. الكابتن طلعت كان موجود في الجونه النهارده ولا ما كانش موجود في الجونه؟ لا تقريبا كان موجود النهارده واتفرج على المباراه من الاستاد تقريبا. عظيم. الكابتن الكبير كابتن احمد صديق انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. كده برضو خدنا من الكابتن احمد صديق تاكيد على الكلام اللي لسه كنا قايلينه منذ لحظات ان الكابتن طلعت يوسف هو المدير الفني القادم للجونه. كانوا يتابع المباراه النهارده وكان في اتصالات بينه وبين اداره الجونه قبل هذه المواجهه تاكيد على ان الكابتن طلعت يوسف هو المدير الفني القادم للجونه خلفا للكابتن تامر مصطفى اللي غالبا هيبقى عنده عرض من فريق في الدرجه الثانيه في الفتره القادمه.